اهلا بحضراتكم مره اخرى. فرد الدكتور، يعني اوقات كتير واحنا بنعدي على اماكن فيها تجمعات او اكمنه ثابته للقوات المسلحه او للشرطه، بنجد العناصر الموجوده، ضباط، جنود، اللي بيصلي، اللي ماسك المصحف، اللي ماسك سبحه، بنشوفهم جنبنا في المسجد بيصلوا معانا القيام، بيصلوا الفجر والصلوات كلها وبيصوموا زينا. شفنا النائب العام منصور الشام بركات رحمه الله كان صايم وخارج في سبيل الله وخارج رايح شغله. مع ذلك تحت أي عقل، تحت أي زعم يتجرأ هؤلاء على استباحة دماء هؤلاء الأبرياء الأطهار؟ قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هؤلاء الفسقة الخوارج استدرجوا، بدأت الضلالة حيثما أنشأنا الدين الموازي. وبعد الدين الموازي، ودي كانت غلطة، لكن ما زالوا يتكلمون ككلام أهل العربية وكلام أهل الإسلام ويخلطون بين المصطلحات ويسمون أنفسهم جماعة. والجماعة دي كلمة حلوة جميلة، بنستعملها في الصلاة وبنستعملها في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وبنستعملها في حاجات حلوة كتير. وجماعة أهل السنة والجماعة حاجة حلوة قوي، فراحوا سارقينها على مجموعة وعصابة القتل هؤلاء. بعد ذلك ظهر ليهم سيد قطب وقنن لهم التكفير. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان عن جندب يقول: أخوف ما أخاف على أمتي، أخاف من رجل آتاه الله القرآن حتى إذا بدت عليه بهجته. أهل الله كده يبقى عليهم، وأهل القرآن يبقى عليهم بهجة كده، حتى إذا بدت عليهم بهجته غيره. غيره ورمى جاره بالشرك فخرج عليه بالسيف. قالوا: يا رسول الله، الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال: بل الرامي. الرامي الحديث بنقراه وعارفينه وكذا إلى آخره، بس مش ملتفتين إليه. لما جينا ندرس سيد قطب ده، لقينا طبع الظلال، والظلال ده حوالي 4500 ورقة يعني كده، طبعه مرتين. المرة الأولانية يا أخي حلو قوي وكلام بليغ وبيبين لك حلاوة القرآن وطلوته وكذا إلى آخره، فبانت عليه بهجته. غيروا، بقى في طبعة تانية، دلوقتي بقت الطبعة 20 ولا كذا وعشرين. في الطبعة التانية 300 صفحة من 6000 صفحة أو من 4500 زي ما تكون الطبعة، تكفير للمسلمين. غيره وخرج على جاره يرميه بالشرك والسيف، خرج عليه بالسيف. الله، ده فرده. انا ما بقولش ان الحديث ده جاي في سيد قطب، لكن سيد قطب بيطبقه يعني كانه هو فرد من افراده، يعني ان عليه السلام نهانا عن الطريقه دي. يا اخي، اللي قتل السيد هشام بركات رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه والحقنا به في المؤمنين، اللهم امين، واحتسبه شهيدا عنده في العالمين، امين، اللي قتلوه دول، ايوه، ينطبق عليهم أنه ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. النبي عليه السلام يقول إيه؟ من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، بشطر كلمة، لقى الله أو لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. نرجو الله الرحمة. أي كافر في الدكتور؟ يعني هو قال لك كده، قال لك إيه؟ آيس من رحمة الله، يعني هيتحاسب حساب عسير. طب إيه شطر الكلمة دي؟ أن يقول كما قال العلماء: أق
يعني اقتل هذا يعني ما كملش، ما هو ألف قاف وده تهلام. أيوه. اقتل ما كملهاش الأق. زي ما حصل زمان، يا سلام على اللي خلصنا منه مثلا، يا سيد البنا يعني فالتاني فاهم غلط، السيد احمد الخزندار فراح قتل الخزندار يعني. ربنا مش هيخلصنا منه، ما هي دي شطر الكلمه يعني. ما هو نعم واخد بال سيادتك. نعم يقول صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الترمذي عن ابي هريره. شوف كلام 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 جامد قوي. سيدنا تركنا على المحجه البيضاء، لو ان اهل السماء، الله أهل السماء دول مين؟ دول الملائكة. لو أن أهل السماء وأهل الأرض يا لهوي كل دول كل يعني السبعة مليار ولا الستة مليار دول فيهم أنبياء أحياء مثلا اشتركوا أحياء. في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لا إله إلا الله، في نفس مؤمن واحد. إيه واحد. طيب بالله عليك بقى بعد كده، يبقى العيال دي المتبجحة اللي هم لا يعرفون اصلا احكام دوره الميه، يعني احكام دوره الميه العيال دي ما تعرفهاش. فلو سالناهم 20 سؤال في الوضوء ولا في الحمام قبل ما يخرج ما يعرفهاش، كبيرهم وصغيرهم. يا اخي بقى ده وقد جربنا هذا. تعال يا ابني، طب بس انا عايز في سؤال في الوضوء يعني. ما فيش، هو عايز يطلع الغل والحقد اللي في قلبه اللي ربنا أعمى بصيرته بيها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. ويعمل كده. شوف إزاي كل ذنب عسى الله أن يغفره، النبي بيقول لنا كده، إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. الشرك وقتل النفس بغير الحق. طب قتل النفس بغير الحق ده. ده بيستلزم منه ايه بقى؟ انه لازم يكفر المجتمع، حتى يكفر هشام بركات، حتى يكفر النظام واهل النظام، حتى يستحل قتله باعتباره انه غير مؤمن، حتى انه هو يفتكر ان القتل ده هيدخله الجنة. ضلال بعيد بعيد. ليه؟ لانه مش ضل الضلال الاولاني فقط ووقف، لا تتمادى تتمادى في خطوات متتاليه وكلها. هو عايز يروح اسكندريه، ركب قطر اسوان، وبعدين بيقول انتوا ليه مش فاهميني؟ مش فاهمينك لانك انت قد وليت ظهرك للحق، يعني انت عطيت ظهرك للحق، انت مش عايز اسكندريه، رايح انت دلوقتي لاسوان. طيب بارك الله فيك فور الدكتور. استاذ حضرتك غدا نكمل في هذا الحوار والنقاش، طيب، ولكن نتحدث في جزء اخر وهو الاخذ على يد هؤلاء، يعني كيف ناخذ بيدهم او ناخذ على يديهم، يعني من لديه يعرف ان احدا متورط في هذا الامر او في هذا الشيء، ماذا عليه ان يفعل، وما حكم ربما في بعض الناس تبلغ عن خصوم لها او عن زملاء لهم في العمل يريدون ان يتخلصوا منهم ويتهموهم مثلا بانهم ارهابيين. هناك كثير من الامور نود من فضيلتكم ان شاء الله غدا القاء الضوء عليها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. عزيزا فضلتك نخرج لعدد من الاتصالات الهاتفيه، واعتذر جدا جدا يعني على الاطاله على حضراتكم في الانتظار. استاذ محمد اتفضل يا فندم. الو اتفضل يا فندم. الو استاذ محمد اتفضل يا فندم. ايوه انت على الهواء يا فندم اتفضل. محمد السعيد معاك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ممكن سؤال لسيدنا الشيخ الله يكرمك؟ اتفضل يا فندم. يا مشيخ علي اتفضل. الو اتفضل. الو سؤالك يا استاذ محمد، حضرتك على الهواء ارجوك اتفضل يا فندم. انا عارف. الو يا مشيخ اتفضل. السؤال السؤال، انا عندي مرض بيخليني اعمل ميه على نفسي اسمه حصر البول. طيب تمام. ساعات ميه شويه صغيرين وساعات ميه كتير. نعم. يعني معني ممكن اخش اعمل ويوي اعمل ميه ايوه على نفسي. اوكي. الطهاره هنا بقى حاضر ان انا استحمى حاضر واغسل الهدوم ولا اسيبه لما ينشف ويبقى كل جرف طاهر؟ حاضر يا فندم تحت امر حضرتك. استاذه غنى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه انا الله. عندي سؤالين. السؤال الاول، انا كنت في الحج السنه اللي فاتت. أيوة. وكانت عندي الدوره الشهريه، انتظرت وقعدت طبعا في عرفه والمزدلفه وكده وما كنتش بصلي. المهم انتظرت ان هي انتهت الست ايام بتوعها
وفي الحجرة بتاعتي استحميت واتطهرت ونزلت أعمل طواف الإفاضة. عملت طواف الإفاضة وعملت الصفا والمروة ورجعت، والحقيقة ما كنتش بدعي ولا حاجة لأني كان دي حمش شديد جدا. المهم إن أنا رجعت الحجرة بتاعتي فوجئت بصفرة، صفرة فقط. فسألت الناس قالوا لا الصفرة دي من ضمن الدورة الشهرية وكده طوافك غلط، وناس تانية قالوا لا الصفرة والخضرة لا تعد من الدورة. فأنا عايزة أعرف هل الصفرة دي من الدورة وهل هي حجتي طواف الإفاضة كده سليم ولا لا؟ تحت أمرك. وأعمل إيه؟ طيب السؤال التاني. أنا ما دعيتش من كتر الزحام. اتنين، أنا دلوقتي عايزة أعرف، أنا بصلي على طول وقدمي ظاهرة، وأمي كانت كده الله يرحمها وجدتي كانت كده الله يرحمها. دلوقتي بيقولوا لنا ولا الملائكة هيظهروا معاكوا، هيبقوا معاكوا ونص أجر، ولازم تغطوا وتلبسوا حاجات طويلة وشراب. أنا ما بعرفش ولا ألبس شراب وقدمي هي اللي باينة مش الساق. حاضر. وألف شكر يا فندم. بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. أستاذ محمد اتفضل يا فندم. أستاذ محمد. أيوه يا فندم. تحت أمرك يا فندم اتفضل. أنا أحب أسأل بس فضيلة الشيخ حضرتك. أيوه. ايوه فندم مع حضرتك اتفضل. حضرتك انا 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 كنت تعبان في شهر رمضان. ايوه. بامر الطبيب ففطرت رمضان كله وحتى زكاه الفطر ما خرجتهاش، فلديك احوالي الماديه. فهل دلوقتي انا عايز اخرج كفاره الفطار بتاع شهر رمضان وزكاه الفطر، فحكم فضيله الشيخ او حكم الدين فيه ايه؟ حاضر تحت امرك يا فندم. فور دكتور يعني فيما تبقى من وقت قليل يعني عذرا، يعني بالنسبه للاستاذ محمد بالنسبه لسلس البول والطهاره كيف يكون؟ انا عايزه بس يتوضا لكل صلاه ويطهر ما يعرفه فقط من اماكن وصول البول اليه. يعني هو يبدو انه البول بيندفع منه فيقع على فخده يقع على كده، ولذلك بيقول اغتسل لكل صلاه. لا ما يغتسلش لكل صلاه، بس ميه كده. أيوة. من الحنفيه ويمسح على الاماكن التي يظن انه قد عمل البول. قال طيب انا بيصيب الملابس يغير الملابس، مش يغتسل ولا حاجة، يغيرها فقط، يعني يغير هذه الملابس. لكن ما يغسلش المكان اللي أصابه البول بس؟ ما هو يبدو أنه كتير، يبدو أنه كتير بحيث أنه هو يصعب غسله فيه. صحيح. وبعدين يشطفها بس شطفة كده، يعني ما هوش ضروري في غسالة ولا كذا. نعم. إلى آخره. نعم. والأمر سهل. نعم. الست غنى حجك صحيح وانت ما فيش مانع انك ما دعيتيش، الصفره لا تعد حينئذ من ليك انت فتوى، ليك انت ان الصفره دي ما هياش من الحيض. قدمك وهي ظاهره جائز عند الامام ابو حنيفه، وصلاتك زي ما هي، صلي زي امك وجدتك وكله، وما تلتفتيش لغير هذا. الاخ محمد كفاره الصوم 8 جنيه كل يوم، يعني 240 جنيه. والزكاة الفطر هو بيقول أنا لضيق اليد، ضيق اليد ده معناه أنه هو ما عندوش قوت يومه علشان يطلع الزكاة. خلاص يبقى ما عليهش زكاة، الزكاة مفروضة على من عنده قوت يومه. فإذا ما كانش كان عنده قوت يومه يبقى كده. ويبقى في ذمته ال 240 جنيه دول اللي هم 8 جنيه في ال 30 بتاع. عند الميسرة لما تيجي الفلوس يطلع 240 لوجه الله. طيب فدكتور ماذا لو كان شفي من هذا المرض الذي أصابه في رمضان والآن قد يستطيع الصيام؟ بحالته بقى، يعني بحسب حالته فيقضي ال 30 يوم، ولكن واضح أنه يعني على غير هذا. لكن على كل حال إذا حصل ده واسترد صحته والطبيب أذن له بالصيام يصوم. نعم بارك الله فيك فور دكتور. شكرا لك. جزاكم الله خيرا. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضرتكم. أراكم غدا إن شاء الله على خير. إلى اللقاء.